10 صباحا في القاهرة، 8 صباحا بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية على شاشة النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى تفاصيل الأخبار، يناقش مجلس المحافظين برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في اجتماعه اليوم عدد من الموضوعات تتعلق بالأوضاع الداخلية في المحافظات، حيث أعلن وزير التنمية المحلية عادل لبيب أن المجلس سيناقش اليوم الموقف التنفيذي للأحوز العمرانية والمخططات الاستراتيجية في المحافظات والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وترشيد استخدام الطاقة. كذلك سيتم مناقشة توفير السلع الاستراتيجية والتموينية في المحافظات استعدادا لشهر رمضان. أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية استشهاد مجندين اثنين من قوات الأمن المركزي في تبادل لإطلاق النار مع مهربين بالقرب من العلامة الدولية رقم 10 بشمال سيناء. أوضح المصدر الأمني أنه أثناء قيام أفراد الخدمة الأمنية المعنية على العلامة الدولية بملاحظة الحالة الأمنية، حاول بعض المهربين اختراق الحدود، وعند اقترابهم بادروا بإطلاق النار على أفراد الخدمة الذين اضطروا إلى مبادلتهم بإطلاق النار. أضاف المصدر أنه يتم حاليا تمشيط المنطقة لضبط الجناة. التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الإريتري عثمان صالح، وذلك عقب وصول شكري إلى العاصمة الإريترية أسمرة قادما من جنوب السودان، وتركزت المباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كان شكري قد بحث مع رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت سبل دعم مصر لزيادة قدرات وكفاءة الخدمات في جنوب السودان بما يحقق برامج التنمية الاقتصادية. وخلال اللقاء أكد شكري دعم مصر للاستقرار والسلام ووحدة الأراضي لجنوب السودان واستمرار التواصل على كافة المستويات الشعبية والرسمية. رافق وزير الخارجية خلال الزيارة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، والذي استعرض مجالات التعاون التي تنفذ من جانب الوزارة في جنوب السودان. تصدر اليوم محكمة النقد قرارها في الطعون المقدمة من نيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وكذلك وزير الداخلية حبيب العدلي ومساعديه الست، الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 29 من نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل. والمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دار القضاء العالي مراسل النيل رمضان المطعني. يعني رمضان، هل بدأت هذه الجلسة؟ وإذا كانت بدأت، ما هي أبرز الحيثيات التي تتم فيها حتى الآن؟ نعم، منذ حوالي النصف ساعة بدأت الجلسة عمرو هنا في محكمة النقد، وبدأت الجلسة بمرافعة قصيرة لمحامي رئيس الأسبق مبارك فريد الدين، والذي دفع بعض الدفوع التي تحث المحكمة على رفض الطعن المقدم من النيابة، وهي مرافعة قصيرة جدا. بعدها مباشرة دخل القاضي المستشار أنور الجبري داخل غرفة المداولة، حتى الآن ما يزيد على النصف ساعة، وفي انتظار القرار قرارين. القرار الأول، وحسب بعض القانونيين اللي تحدثت معهم هنا بعض المحامين، الخيار الأول وهو رفض الطعن موضوعا وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، فيصبح بذلك مبارك ورجال نظامه أحرارا نهائيا بموجب حكم قضائي بات لا يجوز الطعن عليه. أما الخيار الثاني وهو قبول الطعن شكلا وموضوعا، وفي هذه الحالة عمرو ستحدد دائرة النقد جلسة أخرى ثانية لنظر موضوع القضية أمامها باعتبارها محكمة موضوع، فتلزم كل المتهمين بالحضور وتحل محل محكمة الجنايات في التحقيق والاستماع للشهود وإعادة سماع المرافعات لتفصل في الدعوة الجنائية. العديد عمرو هنا من أنصار الرئيس الأسبق مبارك هنا في جلسة في قاعة المحاكمة، وقاموا ببعض النداءات والدعم، ويقولون أن مبارك هو بريء ولم ولو إلى آخره من تلك الشعارات التي يرددونها في كل محاكمة. وبعض أيضا الفنانين هنا متواجدين إلى جانب الكثير من وسائل الإعلام
المرئية والمسموعة. إليك عمرو. يعني هذا رمضان ما تقوله يعني أن هناك حضور مكثف من جانب أنصار أو أبناء مبارك كما يطلقون على أنفسهم، هم متواجدين في قاعة المحكمة ويصدرون هذه الهتافات؟ نعم، قبل الجلسة وبعد الجلسة والآن أيضا متواجدون داخل الغرفة، إلى أن قاموا الآن منذ قليل بقول الكثير من الهتافات المؤيدة للرئيس الأسبق، وفي حالة من الهاج الشديد ما استدعى بعض حرس المحكمة بتهدئتهم حتى يصدر المحكمة حكم. نعم، شكرا جزيلا للزميل رمضان المطعان متواجد الآن في دار القضاء العالي متابعا هذه القضية. بالطبع سنتواصل معك لنرى الجديد فيها بعد ساعات قليلة بإذن الله. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس المعزول محمد مرسي وعشر آخرين في قضية التخابر مع قطر، لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما تتعلق بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة وكذلك إفشائها إلى دولة قطر. تنطلق محكمة جنايات سوهاج تنطق اليوم بالحكم على 67 من أعضاء جماعة الإخوان في اتهامهم بمحاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما تتعلق بالتجمهر ومحاولة اقتحام مبنى المحافظة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات تأمين المبنى والشرطة ومقاومة السلطات وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر وزجاجات المولوتوف وترويع المواطنين وتهديد الأمن والسلم وسلم المجتمع لكل الأخطار. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل ختام دورتي حماية الشخصيات المهمة والتعايش الطبي والتي تضم دارسين وافدين من عدد من الدول الإفريقية. حضر اللقاء وزراء الخارجية والداخلية والصحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي وعدد من السفراء والملحقين العسكريين الأفارقة. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل ختام دورتي حماية الشخصيات الهامة والتعايش الطبي والتي تضم دارسين وافدين من عدد من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة. وعضو فيلم تسجيلي تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورة بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظريا وعمليا بالمنشآت التعليمية والتدريبية داخل القوات المسلحة. وقدم أقدم الدارسين الوافدين بالدورتين الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام واكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التي تعينهم على الوفاء بمهامهم في خدمة شعوبهم وأوطانهم. من جانبه أشاد السفير سامح شكري وزير الخارجية على أهمية التعاون المثمر مع القوات المسلحة في تعزيز الجهود المصرية لدعم شعوب ودول القارة الإفريقية في العديد من المجالات. وأكد الفريق أول صدقي صبحي على عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية ونظائرها بكافة الدول الإفريقية. اليوم ونحن نحتفل معا بإتمام الدارسين من الدول العربية والإفريقية لدورتي حماية الشخصيات الهامة والتعايش الطبي على أرض الكنانة، فإنني أعرب عن تهنئتي لهم بهذا الإنجاز العلمي راجيا لهم التوفيق في خدمة قواتهم المسلحة وبلدانهم. وأقول لكم أن ما تعلمتموه في بلدكم الشقيق مصر يكون خير عون لكم للمساهمة في التقدم والازدهار لبلدانكم، وتكونون به سندا لمصر وقواتها المسلحة وشعبها العظيم. إننا على استعداد دائم لاستقبال الدارسين من كافة الدول العربية والإفريقية الشقيقة بمعاهدنا وكلياتنا ومؤسساتنا التعليمية، تأكيدا على أن مصر وقواتها المسلحة ستظل دائما وفية لأمتها العربية
ولقارتها الإفريقية، تساند شعوبها وتسهم في خدمتها، راعية لمقدراتها وحافظة لأمنها القومي. وأخيرا أتوجه بالشكر والتقدير لكل القائمين على أعمال التدريب والإشراف بالدورات من السادة المحاضرين والمعدين للخروج بمستوى متميز ولائق بمكانة مصر الإقليمية. وأقام القائد العام بتوزيع شهادات التخرج على الوافدين الأفارقة، معربا عن اعتزازه وتقديره بأدائهم الدراسي والعلمي وتفانيهم في أداء واجباتهم طوال فترة دراستهم بمصر. حضر اللقاء وزراء الخارجية والصحة والداخلية والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين الأفارقة. المزيد من المتابعة في نشرتنا الإخبارية ولسير المحاكمات المختلفة. ينضم إلينا من أكاديمية الشرطة مراسل أنيل محمد علوي متابعا وقاء جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. محمد، طلعني على أبرز التطورات بشأن هذه الجلسة. يعني بالفعل وتبدأ الجلسة رقم 20 في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع دولة قطر. على مدار ثلاث جلسات متتالية قامت الهيئة الموقرة بفض ومشاهدة الأحراز الخاصة بالمتهمين. في جلسة الأمس قامت بفض ومشاهدة الأحراز الخاصة بالمتهم الرابع أحمد علي عبدو عفيفي، وظهرت وكشفت الكثير من الحقائق، ملفات ووثائق تتعلق بالأمن القومي والمخابرات الحربية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومعلومات دقيقة عن الحبيبة سيناء. تستمر اليوم الهيئة الموقرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس في فض الأحراز الخاصة بالمتهم واستكمال الأحراز الخاصة بالمتهم الرابع أحمد علي عبدو عفيفي، ثم بعد ذلك تستمر في عملية فض الأحراز، ثم يأتي الدور على الاستماع إلى شهود الإثبات وشهود النفي، ثم الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وأخيرا الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. القضية لا تزال في البدايات، فض الأحراز في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى وكشف النقاب عن الكثير والكثير من المعلومات والوثائق التي تم بالفعل تسريبها إلى دولة أجنبية هي دولة قطر، بأن قام المتهم الأول محمد مرسي والمتهم الثاني أحمد عبد العاطي باختلاس وثائق تتعلق بالأمن القومي، وقاموا بتسليم صور ضوئية إلى المتهم الثالث أمين الصرفي الذي قام بدوره في بالاشتراك والاتفاق مع باقي المتهمين في تسريب هذه الوثائق إلى دولة أجنبية وهي دولة قطر. نعم، محمد علوي مراسل النيل، شكرا جزيلا. يتوجه البريطانيون اليوم لمراكز الاقتراع لانتخاب نواب مجلس العموم في انتخابات تشهد منافسة شديدة بين حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزعيم العمال إيد ميليباند. وقد كشف آخر استطلاع للرأي أن حزب العمال قد ارتفع بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق عليه، بينما بقي حزب المحافظين عند مستوى بدون تغيير بنسبة 35%. انتخابات تشريعية في بريطانيا مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل التقارب بين حزبي المحافظين والعمال واستبعاد حصول أي منهما على الأغلبية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من التحالفات والرهانات لتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. حزب المحافظين ويمثله رئيس الوزراء المنتهية ولايته ديفيد كاميرون يقود الحكومة منذ عام 2010 ويطمح لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، مركزا على وعود بتجميد ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات. في المعسكر المنافس يأتي حزب العمال ويتزعمه إيد ميليباند الذي ركز في حملته الانتخابية على حقوق الطبقة العاملة في الرعاية الصحية
متهما سياسات كاميرون بالعمل على اتساع الفوارق الاجتماعية. أما الحزب القومي الاسكتلندي المنادي بانفصال اسكتلندا عن بريطانيا فتتوقع له استطلاعات الرأي أن يشكل ثالث أكبر كتلة في البرلمان البريطاني. الحزب الليبرالي الديمقراطي ويقوده نائب رئيس الوزراء نيك ليج ويتمتع بخبرة المشاركة طوال السنوات الخمس الماضية في الائتلاف الحاكم مع حزب المحافظين. ملف الرعاية الصحية احتل المركز الأول في اهتمامات الناخب البريطاني، ففي الوقت الذي وعد فيه حزب العمال بزيادة ميزانية الصحة اتهم حزب المحافظين بالسعي لخصخصة قطاع الصحة الحكومي. وحول ملف الاقتصاد وارتفاع الأسعار يحسب لحزب كاميرون خفض نسبة البطالة لأقل من 6%، بينما يركز حزب ميليباند على مسألة غياب المساواة في المجتمع البريطاني وتزايد عقود العمل المؤقتة. أما عن ملف الهجرة فيسعى المحافظون إلى مزيد من القيود على استفادة المهاجرين من الخدمات الاجتماعية خلال 4 سنوات، في حين وعد حزب العمال بتحقيق ذلك خلال 2 فقط. عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كانت قضية انتخابية ساخنة، حيث تعهد كاميرون في حالة إعادة انتخابه بتنظيم استفتاء بحلول 2017 حول انفصال بلاده عن الاتحاد من عدمه، وهو الأمر الذي وصفه حزب العمال بالكارثة. حث سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني المجتمع الدولي على المسارعة بالتدخل بقوات برية لإنقاذ البلاد، لا سيما في مدينتي عدن وتعز من براثن الحوثيين. كما دعا اليمن منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها أنصار الحوثي ضد المدنيين العزل. تطور جديد بدأت تدخله الأزمة في اليمن، لا سيما بعد تصعيد الصراع على الأرض من جانب الحوثيين على حساب البعد الإنساني. قذائف الحوثيين باتت تستهدف المدنيين بشكل مباشر بهدف إلصاق الجريمة بالقوات السعودية. المسؤول الطبي بمدينة عدن قال إن 32 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 67، بينما كانوا يحاولون الهرب عبر البحر من القتال المستعر في مدينة عدن بجنوب اليمن، عندما أصابت قذائف الحوثيين عوامة ورصيفا في ميناء للصيد بالمدينة، بالإضافة إلى مقتل 40 آخرين حينما استهدفت قذيفة للحوثيين قاربهم. أطلب من جميع الجمعيات الإغاثية الإنسانية الداخلية والخارجية بأن تمد العين أو تمد يد العون إلى الأسر النازعة هذه، الذي البعض منهم فقدوا رب الأسرة. الوضع تطور إلى بعد أخطر من ذلك، حينما قامت ميليشيات الحوثية بقصف عشرات الأسر في عدة مناطق بعدن، بالإضافة إلى قطعهم الطرقات ومنعهم فرق الإغاثة من الوصول للمصابين في المدينة وإخفائهم لمصادر الطاقة من نفط وغاز وتسببهم في أزمة كبيرة بالبلاد. مسؤول الإغاثة قالوا إن 80 مدنيا قتلوا في عدن خلال يوم واحد، ما أدى إلى فرار عشرات الأسر إلى مناطق أكثر أمنا كحي المنصور في شمال المدينة. حاليًا معانا 200 أسرة، نعم عدتوا في المواد الغذائية، نوفر لهم من أبسط المستلزمات. التطور الدراماتيكي للأحداث في عدن أدى بوزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن يطالب المجتمع الدولي وقوات التحالف العربي للتدخل السريع لإنقاذ عدن وشعبها. نطالب قوات التحالف في عمل ما يمكن عمله وبأسرع وقت ممكن، خصوصًا لإنقاذ عدن وأبناء عدن وجميع أبناء اليمن. نطالب المجتمع الدولي والإقليمي بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ المدنيين الأبرياء في عدن وتعز وكل اليمن. ندعو المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للقيام بمهامها برصد وتوثيق كافة الانتهاكات ضد الإنسانية. التصعيد من جانب الحوثيين لم يقتصر على استهداف المدنيين داخل اليمن فحسب، بل تطور الأمر إلى حد استهداف مدنيين سعوديين في نجران بقذائف الهاون عبر الحدود الشمالية لليمن، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل. المتمردون الحوثيون تمددوا داخل عدن
إلى أن دخلوا منطقة التواهي آخر معاقل مؤيد الرئيس عبد الرب منصور هادي التي تضم مؤسسات منها القصر الرئاسي ومكاتب لأمن الدولة والميناء الرئيسي. في الأثناء قتل اللواء الركن علي ناصر هادي قائد القوات الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بعد أن أصيب برصاص قناص في عدن. التصعيد الميداني والإنساني في اليمن عقبه تحرك من جانب الولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعرب عن قلق بلاده حيال تردي الأوضاع في اليمن، معلنا أن نقاشا سيجري مع المسؤولين السعوديين لإحداث وقف محتمل للقتال. وبين مساعي الأطراف الغربية وجهود دول التحالف العربي لإعادة الأمور إلى طبيعتها في اليمن، يبقى إنهاء الأزمة مرهونا بمدى استجابة الطرف الحوثي لنداء العقل ومصلحة الوطن اليمني. يصل وسيط الأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ اليوم العاصمة السعودية الرياض في محاولة لإحياء المفاوضات بين أطراف النزاع في اليمن. وكان ولد الشيخ قد أجرى الجمعة الماضية المشاورات في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الأزمة اليمنية. وتعد هذه الجولة هي الأولى للوسيط الأممي منذ تعيينه في 25 من إبريل الماضي خلفا لجمال بن عمر الذي قدم استقالته. يواصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري زيارته إلى المملكة العربية السعودية والتي بدأ أمس، حيث من المقرر أن يعقد اليوم جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره السعودي عادل الجبير، حيث يلتقي كذلك على هامش زيارة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي. وكان كيري والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي قد بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. فيما بدأ محاولة لدعم قواته التي تلقى هزائم متتالية في الأونة الأخيرة، قال رئيس بشار الأسد إن الجيش السوري سيتوجه إلى بلدة جسر الشغور التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة لمساعدة جنود محاصرين على مشارفها. الرئيس الأسد قال أيضا إن الحرب كر وفر، بينما يتواصل الصراع على الأرض بين قواته وعناصر المعارضة بدون أن تلوح في الأفق بوادر تسوية قريبة. ومع نجاح نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي تتزايد التوقعات بالمزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لعل أقربها ما تعرضت له منطقة الأغوار الفلسطينية من تطهير عرقي وتهجير قسري بحق سكان البدو بفعل عمليات التدريب العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. التدريبات العسكرية بالدبابات والمجنزرات والتي تجري في أراضي زراعية أتت على حرق المحاصيل وتدميرها بالكامل. ابتداء من هذه النقطة العسكرية الإسرائيلية وما عليها من آليات ومجنزرات ودبابات، تبدأ عمليات تدريب تهدف لتهويد ما تبقى من أراضي الأغوار الفلسطينية والتوسع في بناء المعسكرات والمستوطنات. كما ترين خلفنا الدبابات والمجنزرات الإسرائيلية تدمر الأراضي الفلسطينية، تحرق المحاصيل وتحاول أن تجبر الناس على الخروج من أرضها. الذي يجري جريمة حرب حقيقية، يستخدم الجيش الإسرائيلي أراضي الفلسطينيين للمناورات الحربية وللتدريبات ويدمر حياتهم ويهجرهم من بيوتهم. هذه الدبابات تعيث فسادا في أرض فلسطين. تلك التدريبات العسكرية اليومية التي تكثفت في هذه المنطقة منذ عام 2012 تستهدف تجمعات البدوية والأراضي الزراعية الخاصة بهم، حيث تم تهجير مواقع كاملة بسكانها ليلتحفوا الأرض ويفترشوا السماء. فمنطقة الحديدية هذه لم يتبقى فيها 14 عائلة من أصل 150. نتعب احنا نحرض فيها ونزرع فيها، لما نيجي نحصد من الكاشع نزرع نحصده من الحريك من صوت المدرعات، فخليناش ننام. قبل شهر جت يهدمونا خوفونا، أجوا صفوها الجرافات والجبات، خلوناش يعني نتريح، تهدينا البركس، ظلينا في الشمس. إسرائيل وبمشروع تهويدها للأغوار سيطرت على 18% من أراضيه وخصصت للتدريبات العسكرية ومناطق إطلاق نار، أي أكثر من مساحة مناطق ألف التابعة للسلطة الفلسطينية، علما أن مساحة الأغوار تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية
التي تسعى إسرائيل لحرقها وتدميرها. تم بناء في الغور الأردن حوالي 36 مستوطنة، عدد سكان المستوطنين لا يزيد عن 8000 مستوطن. تسيطر المستوطنات على تقريبا حوالي 10% من مساحة الغور الأردن، والباقي الغور الأردن هو عبارة عن مناطق عسكرية مغلقة كمناطق عسكرية. هذه جزء من الأراضي التي استخدمت في الأيام الأخيرة عمليات التدريب، وتحديدا موضوع الطيران والصواريخ الذي سببت في حريق آلاف الدنومات في منطقة البكاع التي نتواجد عليها أكثر من 2000 دنوم، في حمصم 1500 دنوم، في منطقة المالح أكثر من 3000 دنوم. حالة التأهب القصوى التي تعيشها إسرائيل في الأغوار الفلسطينية تنذر باستعدادها لحرب ومناورات عسكرية قادمة. منطقة الأغوار الفلسطينية منطقة تقع بين مطرقة التهويد وسنديان الاستيطان، لكن الخطر الأشد يكمن في التدريبات العسكرية الإسرائيلية التي تنفذها آليات ودبابات وجرافات عسكرية احتلالية تلقي بحممها النارية على أراض زراعية ومساكن، مخلفة خلفها الدمار والتشريد والتهويد. ثروة شقرة من منطقة الأغوار الشمالية الفلسطينية، النيل. في الختام هذه عناوين الأخبار. محلب يرأس اليوم اجتماع لمجلس المحافظين لمناقشة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمخططات الاستراتيجية في المحافظة. البريطانيون يدلون بأصوات في الانتخابات العامة وسط تقارب شديد في نسب التأييد للمحافظين بقرية كاميرون والعمال بزعامة ميلبن. اليمن يطالب مجلس الأمن الدولي بتدخل عسكري بريء، ويدعو منظمات حقوق الإنسان إلى توثيق انتهاكات الحوثيين. ختام هذه النشرة، شكرا لكم. بعد قليل قراءة في الصحف المختلفة.